الطيران في المدارع. لتحملوا اسم دورة الشهيد أمير كأول دورة لقوات الحماية الذاتية في إقليم دير الزور. لتنضموا في الأيام القليلة القادمة إلى رفاقكم وتكونوا سندا لهم في الدفاع عن الأرض والعرض، وتمثلوا القيم الحقيقية لقوات سوريا الديمقراطية ووجهها المشرق في الدفاع عن الإنسان وحريته وكرامته. وكذلك تكون قدوة لأبناء دير الزور الآخرين لكي ينضموا إلى هذه القوات. سوريا فدرالية سوف أناضل ضد كل الهجمات. أقسم 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 أقسم.